النهاردة يا أحبائي معجزة شفاء الأخرس الأعمى المجنون، كلمنا فيها كتير قوي المعجزة دي. أنا هاخد آخر آية قالها السيد المسيح النهاردة ونتكلم عليها. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. هنتكلم عن الكلام، وإحنا بنتكلم كتير قوي قوي، كتير منا بيستهين بالكلام كأنه ملهوش خطورة الكلام. ولو سألته وقلت له انت بتقول كده يقول لك اهو كلام يا ابونا، هذا كلام. وساعات يوعدوا وما يوفوش وعدهم وما يلتزموش بوعدهم، ما دام كلام، انما لو مكتوب وممضي عليه هينفذه. فاحنا في بعض الاحيان ما بنديش اهميه للكلام، هنشوف خطورة الكلام. ربما الإهانة اللي بنجرح بيها شعور البعض ما يحسبوش لها حساب، لأنها كانت بالكلام، مجرد كلام. ويجي الواحد تقول يا أخي أنت زعلت من شوية كلام. وساعات الكلام ده بيبقى زي السيف، زي السم، يجرح الإنسان اللي قصادك. هنشوف خطورة الكلام. الكلام يا أحبائي بيعبر عن حالة قلبك. ده الكتاب المقدس مش أبونا اللي بيقول، من فيض القلب يتكلم اللسان. خطايا اللسان من جهة الترتيب بتيجي بعد، هي خطايا خطوة تانية بعد ما تبدأ من القلب، بعد كده يعبر عنها اللسان. لو في القلب عداوة، لو في حقد، لو في شهوات، لو في غضب، لو في قسوة، كل ده هيظهر على لسانك. الإنسان اللي بيثور ويتلفظ بكلمات كلها غضب وقسوة ما نعتذرش عنه، نقول قلب أبيض. قلب أبيض فين؟ فين القلب الأبيض؟ ربنا عطى النهاردة مثال الشجرة، قال الشجرة الجيدة تعطي ثمار جيدة والشجرة الرديئة تعطي ثمار رديئة. يبقى ازاي قلبك ابيض وانت بتحقد؟ شوفوا بولس الرسول يقول عنه الكتاب المقدس لما كان شاول، يقول كان فمه ينفث سما، كان بيطلع سم. لكن لما تاب بولس الرسول كتب لنا احلى رسائل موجودة على الارض، ال 14 رسالة بتوعه. كان بينفس سما، وبيترجمه ازاي؟ ياخد المسيحيين علشان يوصلهم لدمشق عشان يقضي عليهم ويستشهدوا. ادي اللسان الذي كان ينفس سما. شجرة الشوك مش هتدي ورد، مش هتدي فل، مش هتدي زهر. علشان كده زي ما بيقول الكتاب المقدس، من ثمارهم تعرفونهم. وعشان كده يقولوا ايه؟ هذا جليلي لا غش فيه. كان اول ما يشوفوا احد تلاميذ المسيح او المسيح من اللغه بتاعته يعرفوا ان دول تبع المسيح. واحنا الفاظنا، كلامنا، طريقتنا، تفكيرنا، كل ده هيظهر علينا. الكلام يا احبائي بيعبر عن حاله قلبك. الكلام يا احبائي بيكشفك. عشان كده يقول ايه الحكماء؟ صمت الجاهل يحسب حكيما، خيرا له ان يصمت لان الكلام بيكشفه. ولما نتكلم بالجهل مش بنتكلم جهل التعليم، احنا ما لناش دعوه المواضيع دي. الجهل الروحي، الجهل في علاقته مع الله، الجهل في علاقته مع الكنيسه، الجهل في علاقته مع وسائط النعمه. عشان كده لغتك هذا جليلي لا غش فيه، هتظهر بيئتك الاجتماعية ومعلوماتك وأخلاقك وديانتك وروحانياتك، هتكشفك اللغة بتاعتك. الخطورة الثالثة إن الإنسان بالكلام يا يكرم يا يهان، زي ما قال النهاردة في آخر آية، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الكلام الحلو، كلام المقدس اللي بسير القديسين وبالآيات
وبالمستوى الراقي الأخلاقي الراقي، حتى لو ما فيهوش آيات ولا سير قديسين، لكن هو عبارة عن لغة راقية مع بعض بترفع الإنسان، ويبقى الإنسان زي ما واحد بيكون عنده يحب أن يعلم، يحب أن يرشد، يحب أن يشجع. قد إيه يا أحبائي إحنا بينقصنا إن إحنا نشجع بعضنا تشجيع. شجعوا أولادكم، ما تكسرش نفس ابنك أو بنتك، حتى يمكن لو جاب نمرة شوية قليلة شجعوا. صدقوني في ناس تكبر ويبقى بييجوا يعترفوا عندهم كبار في السن وفاكرين كلام اتقال لهم وهم صغيرين، كلام يقول لي يا ابونا الكلام ده هدني اسف ظهري، ويبقى من اعز الناس، بس الناس مش واخده بالها. ما هو بيقولوا ما هو كلام يا ابونا كلام. لا، كلام خطر جدا. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ادي نصح، ادي ارشاد، ادي تشجيع. لكن الكلام الخاطئ له دينونته، مش على الارض بس، على الارض في السماء، مش قدام الناس بس، وقدام ربنا برضه. وهتدان من الاخرين، سواء بالفكر، سواء يقولوا لك، سواء في بعض الاحيان بالقضاء يروح يرفع قضيه. ده اللي بيعملوا قضايا السب العلني والتشهير والفتنه والمش عارف الفرقه واللي بنسمع عنه ده كله. كلامك تتبرر وبكلامك تدان. الخطورة الرابعة ان الكلمة اللي بنقولها ما بترجعش للأسف، قلتها طلعت، بتصل الى السامع يسمعها وبتأثر فيه وفي قلبه وفي احساساته وفي شعوره، وتفضل زي ما قلتلكم في ذاكرته مدة طويلة سنين، وخصوصا لما تكون كلمة جرحته. ممكن انت تيجي تعتذر عن الكلمة، وممكن تتوب وهتقبل توبتك طبعا، وتروح وتعترف لابونا وتقول له انا جرحت وكلمت وادنت و و و و. طب واخوك اللي جرحته؟ على الاقل احنا لما بيكون في خطية السرقة بنقول له توب، ترجع بقى اللي سرقته. طب هنا بقى هنرجع ازاي؟ هنرجع ازاي جرح الاخر ده ربما ما تشوفوش تاني؟ او انت مثلا تقول كلمة وتوقع اتنين ويا بعض بسبب كلامك، وبعدين تندم وضميرك والروح القدس يشتغل فيه، وتيجي وتعترف وتوب وتغفر لك. طب والاتنين دول؟ الاتنين دول اللي خسروا بعض. عشان كده يا احبائي حتى لو لنا توبة، ممكن خطية الكلام خطية خطيرة جدا، لأنها لا تخصك أنت وحدك، تخص آخرين، تجرح آخرين، تسبب فرقة بين آخرين بسبب الكلام بتاعنا. حتى لو اعتذرنا، حتى لو توبنا، توبتنا تحتسب، لكن الآخرين هنعمل إيه؟ فكر قبل أن تتكلم، لأن ممكن أثار كلمتك يا أحبائي حتى لو تبت لو ندمت تفضل مع الآخرين ولم تعالج بعد. علشان كده ياريت ندرب نفسنا على ضبط لساننا. اضبط لسانك، ضابط نفسه أفضل من حاكم مدينة. عشان كده سليمان الحكيم يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. الكلام الباطل يخلي القلب بارد، يبرد القلب، يفقده حرارته، يفقده محبته، بيشتت الفكر، بيبعد الإنسان عن ربنا، يبقى عليه تأثير على المتكلم وعلى السامع زي ما قلنا. تخيل كده كلامك يا حبيبي اللي قدامك ده ماسك لك مسجل ريكوردر، هتخلي بالك خالص انت لو هتروح تعمل حديث في التلفزيون ولا حديث في الراديو، يا هتحاسب على كل كلمة قبل ما تقولها. عشان كده انت احد القديسين، احد الاباء قال كلمة حلوة انا حبيتها قوي 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 الاسبوع ده. قال ايه؟ اسمع، تكلم كما لو كانت كلماتك مكتوبة بحروف من نور على صفحة السماء. شوفوا الجمال في التعبير.
تكلم كما لو كانت كلماتك مكتوبة بحروف من نور على صفحة السماء. شوفوا بقى الكلام ده يبقى جميل قد ايه لو احنا تخيلنا ان كلامنا بيسجل على صفحة السماء وهو عبارة عن حروف من نور. علشان كده في قصة جميلة، ثلاثة قاعدين ويا بعض، والثلاثة دول قالوا احنا بقى عايزين نبطل نتكلم كلام مش كويس ونجيب سيرة الناس، هنصلي لربنا ونطلب البعض. فظهر الملاك قال للأولاني انت عايز ايه؟ قال له اقفل لي بقي خالص مش عايز اتكلم. فده اي نعم مش هيتكلم الكلام الباطل لكن ممكن يفكر بيه، ومش هيتكلم الكلام الجيد، واحنا محتاجين للكلام الجيد، محتاجين للتعليم والتشجيع والارشاد والمحبة. فده اول واحد. تاني واحد قال له انا بقى عايز ذكاء في عقلي، اشوف الوحش والحلو، ولما يكون في وحش ما اتكلمهوش، ولما يكون في حلو اتكلمه بذكاء بفهم. طبعا ما قدرش، عنده إرادة. جه التالت بقى قال له ايه؟ قال له اديني قلب نقي مقدس مملوء بالحب، لان من فضلة القلب يتكلم اللسان. عشان كده يا احبائي نصيحة لينا كلنا، نقلل التليفونات شوية. انا عارف التليفونات والمحمول واللي بقى ببلاش ده بقى مشكلة، بقى مشكلة. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، انتبهوا الكلام. شفتوا الخطورة قد ايه؟ حتى لو تبت انت سببت ضرر بناحية تانية، جرح بناحية تانية، او خصام بالناس بناحية تانية. انت هتقبل توبتك، طب والاخرين دول؟ علشان كده خطية الكلام خطية مركبة، لا تمسك انت فقط، تمس الاخرين زي ما بنقول. لانه ممكن قوي ان انت تروح وتعتذر لكن التاني من كتر جرحه مش قادر. وممكن تروح وتعتذر او ممكن ما تشوفوش، ناس حصلت في قاعدة وخلاص ده كانت قاعدة وما شفتوش بعد كده. فعشان كده يا احبائي، وكلمة اخيرة للاهالي، شجعوا اولادكم، شجعوهم. حتى لو هو جه مرة كده في مادة من المواد يعني ما جابش، شجعوهم، بلاش كسرة النفس دي مش كويسة، انا ما بحبهاش. شجعوا اولادكم وبناتكم، وقفوا جنبهم وادولهم تملي كلام تشجيع وكلام حب. صدقوني في ناس كبيرة تيجي وفاكرة كلامهم في شبابهم او في اعدادي او في ثانوي واثر عليهم جدا، وده بقى بيأثر بعد كده في الكارير بتاعهم، في الدراسة وفي الشغل وفي الجواز وفي ترتيب أسرة. كل ده بيكون بسبب الكلام. بنعامل ولادنا ازاي في البيت؟ يكون في كلامنا كله حب، كله تشجيع، كله نصح، كله إرشاد، ويكون كلامنا كله طالع من قلب كله طاهر وكله مقدس. ولإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.